الاكسترا هيباتيك بيليري سيستم ده اللي احنا بنتكلم فيه على الايه، ايه البيليري سيستم اللي بره الليفر. فاللي بره الليفر الاقي من كل لوب من الليفر في تو سمول داكتس هم اسمهم هيباتيك داكتس، دول موجودين في البورتا هيباتس. الاتنين مع بعض دولت بيعملوا كومن هيباتيك داكت اهي. الكومن هيباتيك داكت دي هنا ابص الاقيها بتتحد مع السيستيك داكت، دي كل دي عباره عن ايه؟ السيستيك داكت اللي جايه من الجول بلادر. السيستيك داكت مع الكومن هيباتيك داكت يعملوا الاثنين مع بعض اسمها كومن بايل داكت، دي كل دي اسمها كومن بايل داكت. الكومن بايل داكت دي بتمشي في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم وبتيجي تحت الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، تتحد مع البنكرياتيك داكت اهي، ادي الكومن بايل داكت تتحد مع البنكرياتيك داكت دي، والاثنين مع بعض بيفتحوا هنا هو تعملوا هيباتو بنكرياتيك امبولا اللي بتفتح في السكند بارت اوف ذا ديودينم على الميجور ديودينال بابيلي. يبقى انا عندي دي ودي رايت وليفت هيباتيك داكت من كل لوب من لوبز بتوع الليفر دولت في البورتا هيباتس. نيجي هنا الكومن هيباتيك داكت دي بطولها 1 انش وبتبقى برضه موجوده في البورتا هيباتس، وديت بتبقى موجوده على الرايت سايد بالنسبه للبرانشز بتوع الهيباتيك ارتري ورا الاثنين في البورتا فين. طبعا دي في البورتا هيباتس بيبقى الهيباتيك داكتس موجوده في الاول والهيباتيك ارتري بعديه على طول والبورتا فين بوستيرو بالنسبه لهم، يعني الثلاثه بيبقوا ورا بعض يعني مفيش حاجه على الرايت سايد. يبقى كومن هيباتيك داكت ومع الهيباتيك ارتري وراها والبورتال فين ورا الاثنين، دي طولها 1 انش. السيستيك داكت هنا اللي هي جايه من الجول بلادر بنلاقيها هنا ايه اس شيب ودي 1.5 انش. نيجي بقى للكومن بايل داكت ده ايه. كومن بايل داكت دي ماشيه في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم. الكومن بايل داكت دي بتبقى انتيرور اند تو ذا رايت، بعديها الهيباتيك ارتري انتيرور تو ذا ليفت، وبعدين بيبقى ورا الاثنين في البورتال فين. لما الكومن بايل داكت دي اللي طولها 3 انش ده كلها على بعضها 3 انش بتعدي بعد كده ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، فبتبص تلاقي هنا اهو برضو موجوده انتيرور تو ذا رايت، هي ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينم تبقى موجوده انتيرور تو ذا رايت، جنبها انتيرو تو ذا ليفت ما بيبقاش فيه الهيباتيك ارتري، بيبقى فيه برانش طالع من الهيباتيك ارتري اسمه جاسترو ديودينال ارتري. يبقى انتيرو تو ذا رايت يبقى كومن بايل داكت، انتيرو تو ذا ليفت جاسترو ديودينال ارتري، ورا الاثنين في البورتال فين. البايل داكت دي مع البنكرياتيك داكت الاثنين مع بعض يعملوا هيباتو بنكرياتيك امبولا اللي بتفتح في السكند بارت اوف ذا ديودينم. المنظر اهو المفروض ان هنا هيباتيك داكت وهنا هيباتيك داكت، واحده رايت واحده ليفت تعملوا كومان هيباتيك داكت، وده بتتحد مع ادي الجول بلادر اهي بتتحد مع السيستيك داكت، ادي السيستيك داكت اهي طالع من الجول بلادر وشكلها اس شيب، تعمل لي هنا ده الكومان بايل داكت. كومان بايل داكت هنا يمشي في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم، بعد كده ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينم يتحد مع البنكرياتيك داكت والاثنين مع بعض يعملوا هيباتو بنكرياتيك امبولا اللي بتفتح في السكند بارت اوف ذا ديودينم. هنا ادي مور ديتيلز اباوت ذا سيستيك جول بلادر والسيستيك داكت. الجول بلادر زي ما احنا شايفين بير شيب شكل كوميترا وطولها 10 سنتي تقريبا وعرضها 3 سنتي، مكونه من فندس وبودي ونيك. الجول بلادر السوبيرو سيرفيس بتاعتها ريليتد تو ذا انفيرو سيرفيس اوف ذا ليفر لازقه فيها، لكن الانفيرو سيرفيس ريليتد تو ابدومينال استراكشر. الانفيرو سيرفيس لو جينا للفندس، الفندس ده بالذات لازق على البوستيرو الكونتاكت تو ذا بوستيرو تو ذا انتيرو ابدومينال وول، يعني الفندس ده تاتشز ذا بوستيرو ذا انتيرو ابدومينال وول، ده على الانتيرو ابدومينال وول.
عند التيب بتاع الرايت ناينس كوستال كارتلج، بعد الفندس بوستيرور او بوستيرورلي كده بعد الفندس على طول الاقي هنا الترانسفيرس كولون، المفروض هنا بيبقى فيه ترانسفيرس كولون وبعدين الفيرست بارت اوف ذا ايه ديودينم، يبقى هنا الجول بلادر السوبيرور سيرفيس ان ريليشن تو ذا ليفر، الانفيرور سيرفيس ان ريليشن تو ترانسفيرس كولون، هنا انتيرو ابدومينال وول بعدين جزء من ترانسفيرس كولون وبعدين هنا الفيرست بارت اوف ذا ايه ديودينم. نيجي بعد كده طبعا هنا دي ببص لها النكس عاد بيبقى فيها هنا او موجود هنا في الهارتمانز ايه باوش، هنا السيستيك داكت شكلها اس شيب طولها 1.5 انش، بتتحد مع الكومن هيباتيك داكت هنا اهو على ات ايه ان اكيوت انجل بزاويه هنا، دي اسمها هنا ايه اكيوت انجل تو فورم ذا كومن بايل داكت، دي اللي هي الداكت دي اللي احنا بندي لها اسم بيسموها ايه السيستيك داكت، طبعا فيها فالف من الداخل هنا في الحته دي الخطوط اللي فيها دي موجود فيها هنا ايه فالف. الجول بلادر زي ما احنا عارفين بتاخد بلاد سبلاي من السيستيك ارتري والسيستيك ارتري طالع من الرايت هيباتيك ارتري، يبقى هنا الجول بلادر بتاخد بلاد سبلاي من السيستيك ارتري واللي طالع من الرايت هيباتيك ارتري. بتسال دايما في الامتحان في السيرفيس اناتومي اوف ذا جول الفاندس اوف ذا جول بلادر، انا قلت لكم الفاندس بتاع الجول بلادر بيبقى تاتش الانتيرو ابدومينال وول وده بيبقى عند التقاء خطين ترانس بايلوريك بلين اللي هو لمبر واحد اللي هو قصاد لمبر واحد وبعدين هنا في خط طولي اسمه لينا سيميلونارس، لينا سيميلونارس اللي هو اللاترال بوردر اوف ذا ريكتس ابدومينس، يعني هنا الريكتس ابدومينس اللاترال بوردر بتاعها على الرايت سايد بتاع لينا سيميلونارس او الابر بوردر بتاع لينا سيميلونارس مع ترانس بالوريك بلين اللي هو عند لمبر واحد الاقي الفاندس اوف ذا جول بلادر اللي هي بتقع قصاد التيب بتاع الرايت ناينس كوستال كارتليج، يبقى ذا فاندس اوف ذا جول بلادر ان دايركت كونتاكت وذ ذا انتيرو ابدومينال وول is marked by a point close to the tip of the right ninth costal cartilage. This point on the transvaloric plane where the later cuts the costal margin. يعني ادي transvaloric plane كده لما يقطع الايه الكوستال ايه margin. It lies at the upper border ادي موجودة على الابر بوردر of the lina semilunaris. ادي lina semilunaris اهو وده موجود على الابر بوردر اوف ذا لينا سيرميلونارز وده السيرفيس اناتومي اوف ذا فاندس اوف ذا جول بلادر. ما تنساش جول بلادر بتاخد بلاد سبلاي من السيستيك ارتري اللي طالع من الرايت هيباتيك.